السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتطرق إلى موضوع كيفية تصليح مشكلة الشبكة في هاتف السامسونج من نوع ميل جي تي او ميل 200 ار. في العادة نقوم بنزع القطعة النحاسية كما هو موضح في الشكل في الفيديو، قطعة النحاسية هذه، ثم نقوم بعمل شنت بين المدخل بين النقطة هذه والنقطة هذه، وتشتغل الشبكة عادي. ولكن هنا لم تنجح معي هذه العملية، لذلك قمت بتتبع المسار. لاحظوا هنا المدخل القطعة النحاسية وهذا المخرج، قمت بعمل شنت بين المدخل والمخرج وبقي نفس المشكل. ثم قمت بتتبع المسار وعمل شنت بعد هذه القطعة الإلكترونية، يعني يمكن أن يكون المشكل في هذه القطعة الإلكترونية، واشتغلت الشبكة عادي. يرجى عمل لايك إعجاب أو جام، وعمل سبسكرايب أو اشتراك بالقناة لتشجيع على عمل فيديوهات أكثر. كان معكم يحيى بورغدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.